شركة فريرو الإيطالية واللي تملك كل هذه العلامات التجارية، منهم نوتيلا وكندر وفريرو روشيه طبعا وغيره، تواجه الآن مشكلة بسبب بيضة كندر هذه. المشكلة بدأت في بريطانيا، 65 واحد وأغلبهم أطفال عمرهم تحت ال5 سنوات أصيبوا بكتيريا السالمونيلا، و15 منهم، 15 من 65 تأكدوا أنهم ماكلين بيضة كندر وقد تكون هي سبب إصابتهم بكتيريا السلمونيلا. بعدها تم اكتشاف إصابات في فرنسا، في السويد، في هولندا وفي بلجيكا، وكلهم اللي تم إصابتهم أو كل البضاعة اللي موجودة في السوق هي من مصنع فيريرو، شركة فيريرو، أو خلينا نقول مصنع كندر الموجود في بلجيكا. قامت الشركة سحبت البضاعة اللي بالسوق اللي شاكة فيها، وتحديدا قالت اللي عنده بضاعة تاريخ الانتهاء فيها من بين شهر 7 وشهر 10 السنة الجاية، يعني تاريخ الانتهاء شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وشهر 10 السنة هذه تسحب من السوق. اليوم السعودية أو هيئة الغذاء السعودية حذرت وسحبت البضاعة كلها، وكذلك هيئة الغذاء في قطر أعلنوا أنهم ساحبين البضاعة كلها ويمنع بيعها في السوق المحلي لغاية ما يبين شو اللي راح يصير عليها، يعني بعد ما يسحبون كل البضاعة يبين بعدها. لكن الآن في اشتباه كبير بأن بيضة كندر قد تسبب السلمونيلا. بيضة كندر قبل شوي، هذا بحساب هيئة العامة للغذاء بالكويت، منزلين كذلك تحذير بشأن بيضة كندر.